يقول السائل: هل تضاعف الأعمال الصالحة في رمضان في المسجد الحرام؟ وهل هذا خاص بالصلاة أم غيرها من سائر العبادات كالنوافل وغيرها؟ التضعيف الوارد في الحديث خاص بالصلاة الفريضة، صلاة الفريضة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، أي الفريضة الواحدة عن 100,000 فريضة، هذا بالصلاة الفريضة. وأما بقية الأعمال في الحرم فلها زيادة أجر ولها فضل على غيرها، لأن الأعمال تضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وفي المكان الفاضل مثل الحرم، لكن تضعيف ب100,000 هذا خاص بصلاة الفريضة، وأما تضعيف بقية الأعمال فهذا لم يرد بتحديده دليل، لكن لا شك أن الحسنات والأعمال الصالحة في الحرم أفضل منها خارج الحرم.